صديقاتي أصدقائي الكرام، في الحلقة الحالية رح أقرب موضوع وبتصور ناقشناه كتير بالماضي، إنه إذا هوجم الموسيقار فريد الأطرش من ناس عندهم تقلهم على بالبعد الاجتماعي والبعد الصحافي والبعد الإعلامي، هل يستاهل الرد أو نحن ما في شيء بيأثر علينا؟ وحقيقة جاوزنا الموضوع من 13 سنة من وقت بلشنا على الفيسبوك، إنه عندما يهاجم أحد العمالقة عم شوف دائما اللي بيحبوه وبيقدروه دغري مباشرة بشكله حماية حقيقية رادعة، وتصل إلى حد القيام بدعوة على 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 المهاجم والمسيء إلى المطرب أو الفنان الكبير اللي عم نحكي عنه. لذلك ما بيسكتوا على الموضوع وأعطينا دليل كتير. لذلك بتمنى على الجميع المحبين، ولا ليس من باب المزايد بدي نقوله، شو راح يأثر علينا فرانسوا باسيلي أو غير فرانسوا باسيلي اللي هو موضوع حديثنا هلأ، لا ثم لا ثم لا، لأنه مباشرة لما يكون إنسان على صفحة الفيسبوك هناك بحدود 10,000 متابع، وهناك كمان أصدقاء بحدود 15,000 يصلوا إلى ملايين العالم. عندما نسكت على نوع من 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 التقييم الذي يسيء لفريد الأطرش بطريقة بشعة، لذلك من الشيء اللي غير معقول نسكت على الموضوع ونقول شو أثر علينا هوني موسيقى موسيقى موجود وفن موجود يا جماعة، عنا إيه بس عند أولادنا شو؟ عند الأجيال الجديدة شو؟ المعلومة هيدي إذا سكت عليها معناتها هاي المعلومة بتمشي بتسلك بطريقة وكأنها هي الحقيقة. لذلك قبل هالمقدمة حطيت عن سابق عنده إصرار، وليش؟ لأنه حقيقة في حديث على صفحة السيد فرانسوا باسيلي، وهو ابن التوفيقية من مصر الحبيبة ولكن من سكان نيوجيرسي بأمريكا، حاطط على صفحته وهل هالخبر بيقول سيد درويش عبد الوهاب صنباطي الموجي بليغ حمدي خمسة عمالقة في رأيي هم أعمدة الموسيقى في مصر، وسادسهم هم الرحابنة في لبنان. كل منهم بتابع مدرسة كاملة وليس مجرد ملحن مبدع له ألحان ذائعة ومعجبون، هناك آخرون لكنهم هون للظلم اللي مش مقبول أبدا، ولكنهم يأتون تحتهم بقوة بعدة درجات، يعني غرشار عم يقيم بطريقة مهمة بعدة درجات على سلم العبقرية. هلأ الآخرون هم زكريا أحمد، محمد القصبشي، محمود الشريف، فريد الأطرش، يعني الحمد لله منصف كثير، محمد فوزي، كارم محمود، كمال الطويل، منير مراد، سيد مكاوي، عمار الشريعي، وليس هناك أي اسم آخر على طول العالم العربي ولا في مصر الحبيبة ولا في لبنان معبين نظره. وفريد حطه بطريقة مؤسفة كثير، مؤسف جدا جدا جدا. أنا كل شيء بقدر بقول وبدون انفعال وبكل الروح الطيبة وبسلاسة وبعقل بارد، يكفي فريد فخرا لمعلوماتك يا أخ فرانسوا باسيلي. أتمنى هايدي توصل لك وتعرف اللي عم بقول لك يا، وراح حطها على صفحتك إن شاء الله. فريد 29 أغنية وعمل فني قطعوا العالم العربي واجتاحوا العالم كله، عندنا الليستة كاملة وعندنا كل التسجيلات، والأخطر من كل ذلك لم نرى أغنية عربية واحدة قطعت العالم العربي وتغنت بغير لغات، لا بل بالعكس تمام، كل أغنية عربية إذا بتعجبك شوف فيها نفعة هيك تطورية بتحس إنه بكل أسف بقاش رح نقول اختبست، سرقت من الأجانب. فريد كان وهن يسرقوا منه، الأجانب يأخذوا منه يقتبسوا أو بطريقة غير مباشرة أو طريقة مباشرة، وكان لهم الشرف ويكتبوا اسم فريد الأطرش، مثل قصة جورج مستكي ابن اسكندرية اللي غنى عش أنت بالترونتر واتور، وكتب بالعشر أغاني من ضمنهم لو بيشور
اللي هي رقم 9 وبيقول صاحبها الاساسي فريد الاطرش، هيك محطوط فريد الاطرش، جورج مستكير فريد الاطرش صاحب عش انت، لانه اخذ يعني عش انت، وهكذا دواليك من الاخرين. الشغله الثانيه بدي ارد عليك فيها، تعرف تعرف الغلطه اللي والظلم اللي اوقعته بفريد، سواء تدري او لا تدري، ان كنت لا تدري فمصيبه هي مصيبه، ان كنت تدري فالمصيبه اعظم. وقدري كمحمود احمدي بكل تواضع شكل السد المانع، شكل امام الهجمات عم بتصير على فريد، والطريقه اللي عم يتقيم فيها هذا الانسان، وكانه ما بعرف شو اللي عم يصير، ولكن برجع اعيدك الى ارقى منبر ثقافي في العالم، سنة خينا كثير ولازم بدي اعيدها لحضرتك، ارقى منبر ثقافي عالمي هو منظمه اليونسكو الدوليه في باريس اللي اعلنت عام 2015 تكريم الثلاث كبار دعت العالم كله بمناسبة مئويتهم، فرانك سيناترا الأمريكي، انتبه بالدولة اللي حضرتك فيها بنيو جيرسي، فرانك سيناترا الأمريكي هذا بال 2015 بمناسبة مئويته، وأديت فيها الفرنسية، وما أعرف إذا عندك فكرة عن الفن، عم تقول لي عندك فكرة وعم تقيم الناس، بس يمكن سامع بأديت بياف، أديت بياف، فرانك سيناترا وفريد الأطرش العربي، ومرت يا خي بسيلي، مرت على كل الفنانين العرب ما جابت سيرتهم ولن تأتي على سيرتهم، هذا عم بحكي حقيقة أنا، وعم بحكي بمحبة، ولكن الظلم مش حلو، والتعتيم مش حلو. وسام الخلود الفني اللي أعطته الأكاديمية الفرنسية سنة 75، لمين أعطته؟ فريد، بيتهوفن، وشوبان. فوت يا خيي وراجع وشوف الأبحاث، وقبل ما تطلق هيك على عواهن هالأمور وتقول مين الأول ومين الثاني وبتحطه مثل ما بدك، قصة الأوبرات، أول من أدخل أوبرات مين بالعالم العربي؟ ما بدي فوت بقصة العود، بقصة إنسانية فريد، أنا عم برد عليك بالفن. 76 حدث عالمي كوني، من طوكيو في الشرق إلى نيويورك في فرنسا، إلى نيويورك، إلى فرنسا في أوروبا، إلى أفريقيا، كلهم بكتابي فريد الأطرش العالمي، إن شاء الله يجي الجو تجي لبنان أو ملتقي بمصر وأهديك كتابي، راح تشوف قديش كانت مدى ظلمك إذا كنت لا تدري كبير كان لفريد، لأنه هو على رأس القائمة، مع احترامي لكلهم، أنا بحبهم لكلهم، كلهم بحترمهم، بس هو يأتي في المقدمة شئت أم أبيت، في وقايع. هون نرجع نقول هودي كلهم 76 حدث إيفنتس يثبتوا عالمية فريد، من طوكيو إلى نيويورك إلى فرنسا إلى أفريقيا، اللي يثبتوا عالمية فريد بتحويل أغانيه من اللغة العربية إلى لغات أخرى، وبطريقة ترفع رأس كل من ينطق بالضاد. بدي كمان بند الرابع، علاقته في مروحة نشاطاته على مدى نصف قرن من الزمن، وطالت الأسماء، بدي أقول كم اسم منه لأنه هني مئات الأسماء عالميين كلهم، مايا كازابيانكا الفرنسية اللي غنت يا جميل، باتريس كيروف الأوزبكستاني اللي غنى يا زهرة في خيالي، نيكولا بيرداس صاحب الأوركسترا من فرنسا، موريس فالكوني فرنسا أوركسترا، داليدا اللي غنت له يا جميل يا جميل، أنريكو ماسياس اللي غنى له أحبابنا يا عين، ألابينا الإسبانية اللي قدمت كمان أغنية معينة، عندنا أس سو كوبان كوبا، إيزابيل باير كادريان بكندا، هيرنان رودريغيز أوروغواي، أستور بيازولا الأرجنتين، ديفيد أسراف، شاشي كابور الهند، محمد رافي الهند، فلاديمير تروشين روسيا، سلامي شاهين تركيا، فيردي تايغور تركيا، ليمونادا إسبانيا، إيسين جول تركيا، زكي موران تركيا، نيكولا نيكيتا روسيا، دوينزو نيكولاو دوينزو روسيا، سلطان رحيموف روسيا، عمران أسمانوف تركمانستان، تاتلي ساس تركيا، أتيلا تاتش تركيا، جورج موستاكي فرنسا، هاغوبيان أرمينيا، دينو اليونان، شارل أزنافور فرنسا. بدي تخلص بعد بدي عد، يمكن هودي هيك، خلينا نفرجين هيك الصورة، هودي الأسماء كمان ليست طويلة عريضة من كل دول العالم، هيدي ليست ثاني من كل دول العالم ما بتنتهي، وهيدي ليست ثالثة من كل دول العالم ما بتنتهي،
هودي كلهم هالمروحة العلاقات مع فريد اخذين منه ألحان ومغنين له، لذلك نحن مقتلنا كعرب أننا نجلد عظماءنا، مقتلنا كعرب أننا قبل أن نحكم العقل منحكم العاطفي، مقتلنا كعرب قبل ما ننزل كلمة نمشي على وكأنه هناك إرادة خطيرة كتير تريد عن سابق عمد وإصرار وضع طقوس انه لما نجيب سيره العباقره فلان وفلان وفلان ونقطع السطر، واذا كانك بتقول غيره معناتها انت دون التقييم الحقيقي، اما لما بتقول فلان وفلان وفلان معناتها انت والله الجواز السفر موجود قدامك وانت بتفهم موسيقى، لا، تغيرت المعادله بكل تواضع. مئات الوف البشر لبل ملايين معجبين بفريد بكل انحاء الدنيا شكلوا حقيقه جديده، شكلوا انطلاقه جديده تتقول للعالم كله هدوا شوي، روقوا شوي، ارحموا حيلكم، مش ترحموا الناس، فريد مش بحاجه لعطفتكم مع احترامي لكم، هل بيعمل حيلهم انهم بيعرفوا يقيموا الامور، حضرتك يا مسيو بسيري بعد اللي حكيته انا هلا بكل عطاحي بكل رواق، حضرتك على شو استندت لحتى تحط فريد بهالطريقه اللي حطيته فيها ومن وباي حق بتقول، حتى ما بحق لك تحكي عن عبد الوهاب، ما بحق لك تحكي عن ام كلثوم، ما بحق لك تصنف الناس، نحن ما عم نصنف ولا مرة صنفنا، لما قلنا فريد هو الوحيد اللي قطعت أغاني البلاد العربية عم نحكي هو الوحيد اللي قطعت أغاني البلاد العربية وتغنيت بأغاني أخرى، لم نقل الأول والثاني والثالث والرابع، هذا كله هاي الطريقة حضرتك أنت بأمريكا، ليش ما تأثرت بالطريقة العقلانية الأمريكية مع احترامي لسياستهم اللي مش كل هيك أنا بستسيغها، ولكن كن على ثقة أنه أنت بمكان يقال عنه ديمقراطي من باب ديمقراطية والحرية ووزن الأمور بطريقة رائعة ووضع أمام الناس بدون ما تظلم الناس. حضرتك أنت ظلمت اللي ذكرتهم بالمقدمة وظلمت اللي ذكرتهم بعدين وظلمت كل الذين لم تذكرهم بحياتك ما تطلب في أسماء، راح تلاقي واحد ينبسط منك بالمئات ما راح ينبسط منك لأنه بعيد عن بالفرنسي عن اللوجيك او عن ريزونمون او عن الاشياء اللي العقل بيفرزها وبيقدمها على اي شيء اخر، لذلك بتمنى عليك في اي هيدي سمعته منك من 3 4 سنين بتصور لما قالوا لفرانسوا بيسيلي حضرتك نفسك تبعد مثل ما بعدوا الاخوان سحاب عن فريد وكفوا شره عن فريد، كف شرك عن موسيقارنا العالمي، لن أقول مثلك أول تاني تالت رابع، أنا بقول موسيقار النابغ ونابغ الموسيقار العالمي نابغة عصره الموسيقار فريد الأطرش، هذا الإنسان الذي يرفع كل رأس كل من ينطق بالضاد، وحضرتك من اللي بيحكوا عربي بتمنى طرطوشة كرامي رح توصلك من حديثي هلق، مع احترامنا طبعا لكرامتك من عزة ونقدرها ونحترمها، بس كمان بتزيدهم ملي كرامي من زاوية انه اسأت لفريد نحن ردينا عليك بطريقة لبقة، ما حاولنا نجرحك ولكنك انت جرحت ملايين عشاق فريد اللي هني بكل انحاء دول الكرة الارضية، شكرا يعطيك العافية، ونتمنى انه تكون هاي الحلقة افادت، شكرا جزيلا.